ركبوا دبابة صنعوها بأيديهم ومن أبسط المواد، قطع من الخشب وسبطانة وضعت على ظهر هذه الدبابة، وهي في حقيقة الأمر عبارة عن أنبوب مدفأة استخدم هنا لأغراض أخرى. تتحرك السبطانة كما لو أنها حقيقية، وعندما يتلقى الأمر بالقذف تكون الصورة على النحو التالي: سدد! حضر! أقذف! بخطى ثابتة يمشون وكأنهم في معركة حقيقية، يحملون ألواحا من الخشب تمثل بالنسبة لهم رشاشات خيالية، يقتربون من الدبابة وينتشرون على اليمين واليسار ليمثلوا جماعة عسكرية يتصرفون كالجنود ويتأهبون للهجوم ولإطلاق النار. أما هذا الفتى فهو يمثل أمام كاميرا المحمول وكأنه فرد من أفراد عصابة مسلحة، يعصب عينيه بكيس بلاستيكي ويحمل أسلحة على شكل لعبة، ويملك مبلغا ماليا خياليا 50 ليرة سورية في محاولة للرد على أكاذيب الأعلام السوري الرسمي. جلسة علنية في قالب ساخر لأعضاء الجامعة العربية تدين الموقف العربي الصامت تجاه عمليات القتل والتعذيب التي يتعرض لها المواطنون العزل في سوريا، ليتم التصويت في آخر الاجتماع على الرجل العنكبوت الذي تسلق برج العرب في الإمارات العربية المتحدة والذي حصد نسبة كبيرة من الأصوات. من يصوت لإدانة هذا الرجل؟ السودان، عمان، المملكة، الجماهيرية الليبية، لبنان، الأردن تصوت. فيما يبقى مشروع قرار إدانة عمليات القتل في سوريا حبيس أدراج كبار المسؤولين ولا يحظى بأهمية الأعضاء الحاضرين. صور تتحدى الصمت وتهزأ بالقمع وتعطي جرعة أمل بحياة جديدة. من يصوت لصالح هذا القرار؟